السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 5 سنوات، لمواصلة أهدافنا تتعلق بإعداد خطة استراتيجية وأبحاث علمية ومعملية لفعالية العلاج بالمساخن. الحلقة هذه نتحدث عن مفهوم المرض، كما ارتأينا بأن المرض هناك كثيرين من الذين يعتبرون من شيء كبير جدا، يعني تضخم في موضوع المرض بغض النظر إيش هو المرض. وعندما لكن إذا نتذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد القهار الخالق والمميت، فهو الوحيد القهار الشافي. فالطبيب، وظيفة الطبيب هو كما ارتأينا أن عملية تشخيص الإنسان في إيجاد ما يعاني من مشكلة، ما الذي يسمى بالمرض. لكن ما يأتي في وقت العلاج، العلاج هنا كما ارتأينا مما يعني يكون بأساليب معينة بمفهوم. أول شيء نركز على مفهوم المرض، حتى عندما تصاب بأي مرض لا قدر الله لتكتشف أن الشفاء قادم لك وسهل بكل ما معنيه. أول شيء نأخذ مفهوم المرض، فعنوان هذه الحلقة المرض وسط المغالطة والحقيقة. المرض وسط المغالطة والحقيقة. لنأخذ أول شيء المفهوم العلمي للمرض وفقا للقاموس الطبي. يعرف المرض بأنها عملية مرضية محددة لها مجموعة مميزة من العلامات والأعراض. وبالرجوع إلى المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية بالمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية، فوضحوا بتعريف للمرض، فذكروا قالوا تأثرت تعريفات الصحة، شوف ركزوا معي، تأثرت تعريفات الصحة والمرض بشكل كبير من جهات النظر الاجتماعية والثقافية. التعريف الطبية لحالة المرض ناقصة، شوف ركزوا معي، ناقصة أو غير كافية. يتم تقديم محاولة لفصل القلب والبدائية عن المرض المشروط. فارتأينا بأن نأتي بمفهومنا الشخصي الذاتية. فالمرض كما ارتأيناه بأن هي وظيفة، المرض هو وظيفة غير طبيعية للجسم ناتجة عن نقص أو استنفاض إحدى أنواع الوقود الأساسية في الجسم أو أكثر، والتي تم صياغتها، فقمنا بصياغتها بالأربع عناصر الأساسية للحياة، أربع عناصر، مما يعيق قدرة الجسم الفطرية على الشفاء الذاتية والحماية الذاتية والصيانة الذاتية. وهذه الوقود عندما تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، هي الوقود الأساسية لجسم الإنسان. لو ركزنا جيدا على سبيل المثال أي جهاز من صنيع الإنسان، فنحن أردنا نأخذ على سبيل المثال السيارة صنعها الإنسان، فهي تعتمد على وقود أساسية، فهذه الوقود جمعناها تحت مسمى واحد كوقود وتصنف بتصنيفات مختلفة، ومنها سائل تبريد المحرك، ماء الريديتر، وزيت المحرك، وسائل التوجيه المعزز، وزيت زيت الفرامل، زيت ناقل الحركة، ولا ما شابه ذلك. هذه كلها تعتبر وقود السيارة.
فحيث السيارة من صنيع الإنسان، صنعها الإنسان، فلذلك الوقود التي تحرك السيارة هي يعني السيارة تعتمد عليها هي وقود اصطناعية من صنيع الإنسان، من صنيع الإنسان. بينما الإنسان ليس صنيع الإنسان، فركز معي، الإنسان ليس صنيع الإنسان. فالإنسان عندما يصاب بما يسمى مرض يلجأ إلى إيش؟ يلجأ إلى عقاقير طبية، فهي من صنيع الإنسان، فهنا الخطأ الجسيم الذي ارتأيناه. اللجوء سرعة اللجوء إلى استعمال عقاقير طبية، الأدوية الطبية وما شابه ذلك، وهي من صنيع الإنسان. لذلك نحن ارتأينا أن هذه الوقود الأساسية وفقا لأبحاث تعمقنا فيها لمدى 13 سنة، ونحن في هذا الكفاح لم نستخدم أدوية إطلاقا 13 سنة بما في أفراد الأسرة، وكثيرين الكثيرين الذين يتابعون برامجنا وهم مواصلين في هذا القطار، في هذه سفينة الحياة العملاقة. هذه الوقود ارتأيناها وهي وقود طبيعية التي أنعمنا بها الله سبحانه وتعالى، وهي الأساس، المكونات الأساسية في تكوين الإنسان وخلقه واكتمال خلقه في إلى أحسن خلق أحسن تقويم. تحديدا وهي الماء، الأكسجين، الهيدروجين، والطاقة. هذه أربع وقود جمعوها من خلال الماء الساخن، من خلال الماء الساخن، لأن الماء يحتوي على ذرتي الأكسجين وذرة ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين. لذلك لما يكون الماء الساخن إذا يضاف عليه طاقة. لذلك الوقود الأساسية للجسم وهي وقود طبيعية أنعمنا بها الله سبحانه وتعالى، تحديدا الماء، الأكسجين، الهيدروجين، والطاقة. وهذا هو خلاصة ما الذي أردنا نوضح بالتعريف بمفهوم الذاتية للمرض. ولذلك في أي وقت عندما تصاب بمرض لتكتشف أن ما يميز بين الإنسان وليس صنيع الإنسان، فالإنسان لا يستطيع مص جسم الإنسان، لا يستطيع تلاعب فيه بحجة يعني شفائه من ما يسمى بمرض. لذلك أردنا نوضح بالتعريف الذاتي للمرض في مجرد استنفاده من هذه الوقود الأساسية الطبيعية التي وهي الوقود الاستثنائية. كل إنسان بدون أي استثناء يمر بمراحل نمو بداخل رحم الأمة، كل إنسان، ومجرد تكوينه بداخل رحم الأمة يتكون سائل أمنيوسي وهو سائل الرحم، وهو بالتحديد ماء ساخن، وتكلمنا مرارا ومرارا. لذا الله سبحانه وتعالى الخالق وجعل الماء الساخن في بداخل أرحام أمهات، لذلك أصبح هو الماء الساخن من هذه المكونات الأساسية تكون به الماء الساخن. الأربع وقود الأساسية للحياة هي يعني التي جعل الله سبحانه وتعالى المصدر في تكوينه، لذلك يكون في شفائه، جعل الله سبحانه وتعالى سببا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.